صباح الخير، أهلا بيكم في مؤتمر العلمي الدولي للمجلس العربي للأخلاق والمواطنة، التربية الأخلاقية في المدارس والجامعات تحت رعاية أستاذنا الدكتور صديق عفيف، الحقيقة ببعت له التحية، ونائب رئيس المؤتمر الدكتور صفوة النحاس، وأيضا المقرر العام لهذا المؤتمر هو الدكتور محمد المري. الحقيقة الموضوع اللي أنا بتكلم فيه النهاردة المفروض أنه بعنوان على صيغة سؤال، ويمكن ده يثير بعض اللبس عند بعض الناس اللي مش متعودين يشوفوا بحوث بهذا الشكل. الحقيقة أنه في مؤتمراتي اللي أنا بعملها لأوروبا كثير من البحوث تبدأ بسؤال، والبحث أصلا هو سؤال يعني، فعلشان كده أنا حطاه في صيغة سؤال. هل تدريس؟ يمكن صغار الباحثين يستغربوا شوية، لكن العنوان صحيح. هل تدريس التربية الأخلاقية في جميع المراحل التعليمية هو الحل لإحداث جودة التعليم؟ الحقيقة أنه أنا الورقة بتاعتي يعني ليست بحثا تقليديا بمعنى إيجاد علاقات وارتباطات وما إلى ذلك، ولكن أنا بنيتها الحقيقة على مجموعة من الأسئلة وجهتها لأولياء الأمور، ومجموعة أيضا للخبراء، وأنا أقصد بالخبراء الخبراء اللي هم يعني أكثر من الماجستير والدكتوراه، والناس المخضرمين والمهتمين بالعملية التعليمية، منهم رؤساء جامعات سابقين ومنهم أساتذة كبار وما إلى ذلك. والحقيقة حاولت أن أنا أستخدم فكرة الأوزان النسبية فيما يتعلق باستجابات أولياء الأمور، وعملت لها كونتنت أناليسيس، تحليل مضمون، وبرضو بالنسبة للخبراء عملت كده. ولكن أنا الحقيقة من ضمن الاهتمامات المهمة اللي أنا قررت فيها أعمل هذا البحث إن أنا بستخدم نظرية جديدة، يمكن أنا استخدمتها قبل كده لكن هي غير معروفة في العالم العربي، هي نظرية اسمها Grounded Theory. Grounded Theory يعني، وأنا بوجه الكلام ده للباحثين الصغيرين اللي ممكن ما يكونوا سمعوا عنها، هي نظرية لستراوس وكوربين وآخرون، نظرية زائعة الصيت في أوروبا وأمريكا. هي نظرية تبحث في القاع، وأنا ترجمتها الحقيقة بمصطلح النظرية التجزيرية باعتبارها أنها جاية من الأرض أو من قاع الأرض، يعني إحنا بنبقى عايزين نعرف معلومات، مش بس معلومات بالنسب المئوية ومعاملات الارتباط، ولكن عايزين نعرف معلومات دسمة وثرية ترد على أسئلتنا اللي إحنا، لأنه البحث هو يعني نقطة إحنا بنستفسر فيها أو بنستفهم فيها. الحقيقة أن النظرية التجزيرية هي نظرية جديدة، وأنا أدعو الباحثين أنهم يبتدوا يشتغلوا عليها. هي نظرية كواليتيتيف مش كوانتيتيتيف، هي نظرية بتحاول تعمل العكس. في البحوث بتاعتنا دائما ما نضع مجموعة من التساؤلات والفروض ثم نثبت مدى صحتها من عدمه. أما في النظرية التجزيرية التي نستخدمها في هذا المنهج هي نظرية العكس، نحن في النهاية سنصل إلى فرض ربما نجاوب عليه في بحوث أخرى. وهذا البحث يمثل نوع من الحوار المجتمعي، هو أشبه بالحوار المجتمعي لمعرفة هل الناس فعلا حاسة بأننا نحتاج، الناس أولياء الأمور والخبراء، أننا نحتاج إلى تربية أخلاقية في مدارسنا وفي جامعاتنا أم لا. الحقيقة أنا انطلقت من العالم، العالم يعني اطلعت على ما كتب في العالم، فلقيت الحقيقة كتابات كثيرة جدا من حوالي 20 سنة بتتكلم عن حاجة اسمها التآكل الأخلاقي، بمعنى أنه العالم حاسس أنه فيه تآكل أخلاقي، وأنه التعليم لما يبقى فيه أزمة زي التآكل الأخلاقي أنه التعليم هيتأثر، وبالتالي دي فكرتي أن هناك علاقة بين جودة التعليم وبين التربية الأخلاقية. الحقيقة أنا ابتديت بإطار مفاهيمي عرفت فيه الأخلاق، عرفت فيه التنشئة الاجتماعية لأن هي الأساس، عرفت فيه التعليم والتنشئة الاجتماعية، عرفت فيه النمو الاجتماعي للأطفال اللي، وتبنيت نظرية إريك إريكسون لأن هي اللي بتوريني النمو الاجتماعي بيمشي إزاي، وأيضا اتكلمت عن التصورات النظرية لعلم النفس الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك عرفت الحقيقة النمو الأخلاقي، وتبنيت طبعا نظرية كوهلبرج اللي بتدينا يعني بتدينا مدخل جيد لفهم الأخلاق. ولما بنتكلم عن التعليم بنقول إن التعليم، عرفنا أيضا التعليم باعتباره أي تصرف أو خبرة لها تأثير على العقل والخلق،
واحنا عارفين ان الكلام ده ابتدى من ايام سقراط وافلاطون واهتمامهم بالاطفال واهتمامهم بعملية التعليم، وقالوا انه لا يمكن الاطفال ينمون نموا حقيقيا ويبقوا يعني يتقدمون ويصبحون مواطنين صالحين لمجتمعاتهم الا بالتعليم الاخلاقي. ايضا من الحاجات المنشورة حديثا 2011 المجلة الاسترالية لتعليم المعلمين اتكلمت عن موضوع التعليم الاخلاقي، وقالت لهيلين بون جيمس، وقالت ان احنا محتاجين نواجه اختفاء التعليم الاخلاقي في مؤسسات التعليم العالي. يعني في يعني الحاجات اللي انا قريتها بتقول لنا احنا محتاجين لهذه الهمة، ليست بس في التعليم الاولي او الاعدادي او الثانوي او الهاي سكول، ولكننا نحتاج ايضا للكلام ده في الجامعة وفيما يتعلق بان احنا محتاجينه في الجامعة، لان احنا عندنا في لما بنيجي نصنف الاخلاق هنلاقي ان احنا عندنا اخلاق معيارية واخلاق نظرية، وايضا عندنا اخلاق مهنية، وده اللي احنا عايزين يعني نهتم بيه في الجامعة، انه يبقى فيه اخلاق مهنية. وبالتالي انا بنادي ان كل التخصصات يبقى عندنا ميثاق اخلاقي، ليس فقط في كلية الطب وان احنا نحلف قسم أبقراط، لا احنا كمان في كلية الهندسة، احنا كمان في كلية التربية، احنا في جميع الكليات نحتاج لميثاق أخلاقي، ولكن ايضا نحتاج لتفعيل قانوني مع الميثاق الأخلاقي لكي نضمن أداء الدور المهني للطبيب وللمحامي وللمهندس وآخره. الحقيقة انه اللي اتعبروا في اوروبا عن الازمة دي بعدد من المصطلحات ديلما، بمعنى المعضلات، معضلات الاخلاقية، والبعض اتكلم عن حل الفجوة بين النظرية والتطبيق، لان نحن نعرف جيدا انه من السهل على الافراد ان يتحدثون عن الاخلاق، ولكن نحن نهتم بسلوكهم الواقعي. وأيضا كتاب آخر لمال ليبستر بيقول في التربية الروحية في النظام الأخلاقي، والحقيقة يعني فيه اهتمام كبير جدا بالقواعد الأخلاقية والتركيز على ممارسة الأخلاق وليس التحدث عن الأخلاق. يعني أنا هستعجل وأصل للنتاج لأن هي دي المهمة. الحقيقة لما سألت أولياء الأمور لقيت أنه 95% من أولياء الأمور وافقوا على أن يكون هناك تربية أخلاقية في المدارس، أما بالنسبة للجامعات فقد أدلى 83% من أولياء الأمور بأننا نحتاج. وطبعا إحنا نلاحظين أنه في الجامعة النسبة أقل، كما لو كان في أذهان الناس أن الولاد بعد ما الهاي سكول خلاص هيكونوا تعلموا القواعد الأخلاقية، ونسيوا أن إحنا عندنا حاجة اسمها التربية الأخلاقية المهنية أو ما يمكن أن نسميه أخلاق المهنة. أيضا لما حللنا السؤال يعني سألنا الناس هل في تدهور في التعليم، فأكد معظم الأفراد العينة بنسبة 91% أنه أولا في تدهور في التعليم، وأن هناك علاقة بين التربية الأخلاقية أو الأخلاق والتعليم. قالوا إن الكلام ده راجع لنظرة أولياء الأمور للتعليم باعتباره ثقيل وهم كبير على أولياء الأمور، إنه أولياء الأمور يرون أن التعليم شيء فاشل ولا يؤدي إلى شيء جيد. الطلبة بيتأثروا بآراء أولياء الأمور، نوعية المقررات غير الجذابة، والتغير في السياسات التعليمية وتطوير التعليم بدون خطط وتجارب تخلينا نقول إيه الأفضل للولاد. وأيضا الخبراء أكدوا أيضا على أننا أيضا بالنسبة للأخلاق أنه إحنا محتاجين لتربية أخلاقية، ولكن الحقيقة هنلاقي أنه يعني الخبراء قالوا كلام مختلف شوية. الخبراء قالوا نحن نحتاج لتربية أخلاقية، ولكن نحن نحتاج لمحاسبية. وقالوا أنه أنواع التعليم الكتيرة قوي اللي موجودة في مصر، التعليم الدولي والتعليم الأزهري والتعليم العام وما إلى ذلك، أنه ده والتعليم الفني وكل الحاجات دي كلها، ده بيؤدي أيضا لتدهور التعليم. وأيضا أشاروا بأنه حينما نقول أن احنا محتاجين لتربية أخلاقية نحتاج لتربية أخلاقية عملية، بمعنى أننا نرصد للطالب طوال العام الطالب يعرف أن المعلم يلاحظه، وبالتالي هيبقى في حاجة اسمها النقاط. النقاط دي هنسجل فيها للطفل من ساعة ما بيدخل الكلاس طول الترم أو طول الفصل الدراسي،
هيبقى في نقاط المعلم بيديها للطفل، لو كذب مره يبقى هيقع منه نقطه، لو غش مره في الامتحانات، ونحن نعرف ازمه الغش، وانا عارفه ان في بحوث متقدمه عن موضوع الغش، هينقص النقاط دي، بحيث ان الطالب عارف انه جزء من التقييم بتاعه الايفالويشن او الاسسمنت بتاعه هيبقى على الاخلاق. طبعا في ناس هتقول لي ما في التربيه الدينيه، هقول والله طول عمرنا من التربيه الدينيه ووصلنا الى ما نحن فيه، بهذا لا يعني الغاء التربيه الدينيه، ولكن انا بقول ندرس التربيه الدينيه بالطريقه اللي تعجبنا، لكن انا بقول نحتاج لتربيه اخلاقيه تاخذ من روح الاديان وتاخذ من القيم وتعزز المواطنه، لان انا لما هقعد التلاميذ في المدرسه يعني يتعلموا يعني ايه تربيه اخلاقيه، لن اميز بين مسلم ومسيحي، كل الناس هتقعد مع بعض، وبالتالي هيبقى في فكره المواطنه اللي هي انا ارى ان فكره المواطنه تغلب على فكره الدين، لان الدين لله والوطن للجميع. اعتقد انه هذه الدراسه تمثل دراسه استطلاعيه تحمسنا ان احنا نعمل دراسه قوميه، بحث قومي تتبناه مؤسسه كبيره، وممكن انتوا تتبنوه كمؤسسه، ونقدر نقول فيه يعني او نؤكد على ما توصلنا اليه من هذا البحث البسيط اللي انا بعتبره في النهايه كما لو كان دراسه استطلاعيه تقول لنا هل نحن نحتاج الى التربيه الاخلاقيه ام لا. بالطبع يعني ارى من نتيجه التحليلات وتحليل المضمون والمجموعات البؤريه اللي انا استخدمتها للخبراء اننا نحتاج لتربيه اخلاقيه، ان الجميع سواء اولياء امور او خبراء يشعرون بتدهور التعليم، ان هناك صيحه كبيره لعوده الاخلاق. وانا الحقيقه بقول لسنا وحدنا، ولكن ايضا العالم تعالت الاصوات تحت المصطلحات اللي انا قلتها، التاكل الاخلاقي، الازمات، المعضلات، هذا يعني اننا لسنا في الازمه وحدنا، ولكن العالم كله بصوت واحد يدعو إلى التربية الأخلاقية. حقيقة من خلال كتابتي لهذه الورقة اطلعت على العديد من المراجع، ولقيت أن في صرخة عالمية كبيرة نحو وجود تربية أخلاقية ونحو وجود مبادئ وقيم مهنية تخلي أو تجعل جميع أفراد المجتمع مواطنين صالحين يؤدون مهامهم على أفضل وجه. أشكركم لحسن الاستماع، وأي أسئلة أنا تحت أمركم. شكرا جزيلا.